أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسل الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزاء الأكارم، تكلمنا في اللقاء السابق في معنى الآيات التي كنا تلوناها في صلاة العشاء، ويقول الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث أيضا فيما قرأناه في صلاة العشاء، وهي قصة الخليل إبراهيم عليه السلام والضيوف الكرام الذين نزلوا عليه وهو هنا بمصر الحبيبة. أيها الإخوة الأعزاء الأكارم، وهذا يعني من جميل المناسبة أنه بعد عيد الأضحى المبارك ما زلنا مع قصة الخليل إبراهيم عليه السلام والمناسك التي كان يفعلها والخطوات التي كان يؤديها عليه السلام، فهي بنا إلى القرآن الكريم نرى ماذا يقول الله جل جلاله. توقفنا عند هذه الآية: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. نحن الآن جالسون في معية الله تبارك وتعالى، تحفنا الملائكة وتتنزل علينا رحمات الله جل جلاله، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده، والملائكة الكرام باستمرار تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طالما الإنسان صلى وجالس في مصلاه لم يحدث، الملائكة تدعو له بالرحمة والمغفرة، فاحتسب هذا الوقت الطيب وهذه الدقائق عند الله تبارك وتعالى، وأنت في كل الحالات مأجور إن شاء الله، حتى لو كنت تدري بهذه المعلومات فأنت مأجور على سماع درس علم. وفي الأرض آيات للموقنين، هذه الأشياء يذكرها الله سبحانه وتعالى ليدل هؤلاء الكفر والمشركين والملحدين إلى أن هناك إله واحد، ولتزداد قلوبنا إيمان بعد إيمان وتظل قلوبنا عامرة ومتصلة بالله جل جلاله. وفي الأرض آيات للموقنين، حتى يكون إيمانك نابت عن يقين لا عن تقليد. لست مؤمنا كما علمني مثلا الوالد أو الأستاذ أو الشيخ أو كذا أو فلان، إنما مؤمن يقينا، إيمان بعد العيان والمشاهدة، علمت يقينا بأن الله جل جلاله موجود وبأنه واحد لا رب غير سواه. وفي الأرض آيات، في هذه الأرض التي نحياها فيها آيات. إيه آيات؟ علامات تدل على قدرته، على عزته، على وحدانيته، على جميل صنعه جل جلاله. وفي الأرض آيات تدل على المقدر الحكيم العالم، تدل على وجود الله جل جلاله. في الأرض آيات لمن؟ للموقنين، ليس للأغبياء، إنما للعقلاء، للموقنين الذين يفهمون فيعقلون ويتأملون في هذه الأشياء التي في الأرض، فيعلمون أنه لا خالق لها إلا الله، فيزداد إيماناً على إيمانه. أما من ختم الله على قلوبهم فلا ينظرون إلى هذه الآيات. الأرض مليئة بالآيات، فيها المسالك والطرق المتقلبين فيها، فيها معادن مفننة، فيها دواب منبثة، فيها أرض رملية وأرض سبخة وأرض من سهل ومن جبل ومن صلبة، طيبة التربة وملحة التربة، مختلفة الأشكال والألوان، وعليها الدواب بمختلفة الأشكال والألوان، وفي جوفها أشكال متباينة وهيئات مختلفة. الإنسان إذا تأمل في الأرض فقط وما عليها وما فيها آمن إيمانا عميقا بالله جل جلاله. هذا واحدة بس تخلي أي إنسان ملحد وأي إنسان كافر يؤمن بالله جل جلاله، إذا تأمل في الآيات والعلامات التي في الأرض. وفي الأرض آيات، ولكن الله قال لمن؟ للموقنين، الذين يتدبرون فيفهمون فيعقلون. ثم قال بعد ذلك:
وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بلاش الأرض، بص في نفسك، أقرب الأشياء إليك هي نفسك. إذا تأملت ما فيها وعلمت الكنوز التي فيها آمنت مباشرة بالله جل وعلا. وفي أنفسكم من حين خلقها وتطورها من حال إلى حال، إلى جانب الأجهزة الطاحنة التي تعمل، الكبد وغير ذلك، والطحال والقلب والأمعاء، دع الأسماع والأبصار وغير ذلك، وتسني المفاصل للإنعطاف والتسني، والأيدي للبطش والرجل للمشي وغير ذلك. إذا تأملت في هذا كله علمت بأن هناك إله واحد والصانع المتفرد بالألوهية جل جلاله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ده كله يدل على وجود عالم حكيم مدبر صانع خالق. لذلك قال الله في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى هذه الأشياء فيؤمنوا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل؟ بص في الجمل وتأمل، إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الإنسان لو تأمل بكل عقلانية في هذه الأشياء ما يخرج من التأمل إلا أن قال سبحانك أنت الصانع الواحد المتفرد بالألوهية. فلو تأملوا لآمنوا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء فيها الرزق الذي هو المطر، فالمطر سبب كل شيء، سبب الأكواد كلها. ما يوجد شيء في طعامنا إلا ودخله الماء، ما يوجد شيء في بنياننا إلا ودخله الماء، لا يوجد شيء في ملابسنا إلا ودخله الماء. إذن الماء دي سبب الأرزاق والأكواد كلها. وفي السماء رزقكم هو المطر. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي التي هي الجنة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم يقسم الله فيقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني زي ما أنت بتتكلم كده وما أنت شاكك أن أنت بتتكلم، أنت تتحدث وتوقن جيدا أنك تتحدث، فهذه الأشياء حق زي ما أنت متأكد من نفسك أنك تتكلم. فورب السماء والأرض إنه لحق. إيه لحق؟ أقسم الله على أن يوم الجزاء وعلى أن الرزق وعلى أن الجنة حق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لقوم أقسم الله لهم بنفسه وعزته، قال: فورب السماء والأرض إنه لحق ولم يصدقوا. صدقناك يا رب دون قسم، وآمنا بك، وآمنا بأن هذا الجميع صنعتك، وكل هذه مخلوقاتك، لا مدبر لا غيرك ولا خالق لا غيرك، جل وجهك وعظم جاهك، ولا إله غيرك سبحانك. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم ندخل على قصة الخليل إبراهيم، وفي مفتتحها يقول الله لنبيه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أخبرك أحد يا محمد عن قصة الخليل إبراهيم والضيوف اللي دخلوا عليه؟ إيه اللي أنا استفادوا من الاستفهام ده؟ استفادوا جيدا أن لو أن رسول الله يعلم هذه الأمور من تلقاء نفسه، وأنه يؤلف القرآن أو يكذب أو يأتي من عند نفسه، لقال: أعرف قصة صالح، وأعرف قصة إبراهيم، وأعرف قصة فلان وفلان. لكن الله يقول له: هل أتاك؟ هل أخبرك أحد؟ هل أعلمك أحد؟ إذن ده يدلون على إيه؟ على أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يأتي من عند نفسه بل من عند الله جل جلاله. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أخبرك أحد بقصة ضيوف؟ هو أطلق عليهم ضيف، لأن كلمة ضيف تطلق للواحد وللجماعة، تستخدم مع المفرد ومع الجمع. أقول جاءني ضيف، هما كانوا ثلاثة أو أربعة أو عشرة، زي كلمة صوم، صوم يوم وصوم عشرة أيام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ربنا سماه مكرمين علشان سيدنا إبراهيم أكرمه، هم أصلا مكرمون عند الله، دول ملائكة يا أخوانا اللي دخلوا على سيدنا إبراهيم، ملائكة، لكنه لم يعرفه. قيل: هؤلاء هم سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل كانوا تسعة، وقيل كانوا اثنى عشر. المهم للتأكيد ان هما كانوا ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه، دخلوا على سيدنا إبراهيم هنا في مصر، فقالوا سلاما. دخلوا عليه هنا في مصر، هو يعيش مع السيدة مين؟
قلنا قبل ذلك عشنا مع السيدة إيه؟ سارة. بعدما ترك السيدة هاجر وابنه الرضيع إسماعيل هناك بأمر ووحي من الله تبارك وتعالى ليعمر الأرض بهم هناك، تركهم هناك وظل يتردد عليهم، وذكرنا هذا الحديث بالتفصيل. هو الآن يعيش في مصر مع السيدة سارة، ولم يرزق منها بولد، وهو أصبح الآن عمره 99 سنة، رزقه الله بإسماعيل وعنده 86 سنة من السيدة هاجر، وربنا أمر أنه يتركه في هذا المكان في مكة، وحدث ما حدث من زمزم وغير ذلك، وتحدثنا عن ذلك بالتفصيل. الآن هو يعيش مع سارة فقط، ليس معهم أحد، ولم ترزق بعد بمولود. فدخلت الملائكة الكرام وحياتهم بتحية الإسلام، إذ دخلوا عليه فقالوا إيه؟ سلاما، بالنصب هكذا سلاما، فقال سلام. يقول العلماء جميعا إن سلام سيدنا إبراهيم بالرافع أقوى من سلامهم بالنصب. قالوا سلاما، قال سلام، آخذا بأدب الله، لأن ربنا قال إيه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا إيه؟ بأحسن منها أو ردوها. واحد يقول لك سلام عليكم، ردها أحسن منه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنسان أهدك هدية، إن استطعت أن ترد الأفضل، هكذا تهادوا تحابوا. امرأة جاءت لسيدنا الحسين وهو جالس في وسط أصحابه ببعض عيدان الريحان، قدمته قدمت هذه العيدان لسيدنا الحسين، فقال لها أنت حرة لوجه الله، أمته جارية عنده، وكون إنسان يعتق جارية كده حاجة عظيمة، يعني كأنه تبرع بها، أطلق سراحها، بيروح يشتريها مثلاً ب20,000 دينار أو درهم وتخدمه وتعتبر مملوكة له، أطلق سراحها علشان يدته بعض عيدان الريحان. قال لا أنت حرة لوجه الله. فقال الجالسون تهديك هذه الهدية، هدية الريحان، فتعتقها؟ قال لا أجد أحسن من عيدان الريحان إلا عتقها، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. دي أدب الله سبحانه وتعالى. فلذلك سيدنا إبراهيم قال إيه؟ سلام، قوم منكرون، أنتوا مين؟ ما عرفكوش. سيدنا إبراهيم عايش في مكان، عارف الحي اللي حواليه، هو عارف المنطقة كلها، الناس اللي حواليه بيترددوا عليه، ومرسل إلى هؤلاء القوم، فقال لهم أنا ما عرفكوش، قوم منكرون، فعرفوني من أنتم. لم يخبروا من هم، فراغ مباشرة إلى أهله فجاء بعجل سمين، راح على طول قال لزوجته اعملي الأكل، والأكل المشهور والسريع تذبح بقرة وتشويها وتقلبها على النار وتقدمها للضيوف، ده أسهل وأسرع وأجمل حاجة. سيدنا إبراهيم كان مشهور بالكرم، ومشهور بأن الضيوف بينزلوا عليه، والضيف ده يا أخواننا زي ما الناس بيقولوا الضيف رزق، هو فعلا رزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيف لا يأتي إلا برزقه، يعني جاي وجاب الخير معاه، ولا يرتحل إلا بذنوب أهل البيت، هو ماشي بياخد ذنوب أهل البيت معاه. وسيدنا النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، إكرام الضيف واستقباله وتهنئته، ولو أن تقدم له الشيء البسيط، ولو أن تلقاه بوجه طيب، ده ثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. فالضيف فعلا رزق. سيدنا إبراهيم كان مشهور بهذا الكرم بالضيافة، وجاء له ذات يوم رجل مجوسي فقال له أطعمني، فقال له حتى تؤمن بالله، تؤمن بالله وتؤمن بإني نبي أطعمك، أما غير ذلك فلا. فالرجل حافظ على ديانته وانصرف، قال مانيش عايز أكل، مش هسيب ديني أبدا، وانصرف ومشي. فأوحى الله لسيدنا إبراهيم أطعمه يا خليل الرحمن قرابة 70 سنة وهو كافر به، وأنت لم ترضى أن تطعمه ليلة واحدة استطعمك فيها. خرج سيدنا إبراهيم مهرولا خلف هذا الرجل، تعال تعال خذ اللي انت عايزه وكل ما شئت واشرب ما شئت، ارجع لضيفك مرة أخرى. قال لا أرجع حتى تخبرني بسبب ذلك، ليه بعد ما طردتني رجعت إيه؟ تعودني مرة أخرى وتردني للضيافة مرة أخرى. قال أوحى الله إلي في شأنك. قال أهكذا يعاملني الله سبحانه وتعالى ويوحي إليك في شأني وأنا كافر به طيلة هذه المدة؟ وآمن وحسن إسلامه، آن بالله ربا وبسيدنا إبراهيم نبيا ورسولا.
فده شيء يدل على ايه؟ كرم الضيافة، وعلى ان الانسان يحسن الى حتى الانسان السيء، كله عند الله تبارك وتعالى. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ، كلمة فراغ ديت يعني ذهب إلى أهله في خفية، ما قالش لأهل البيت أعمل لكم عشاء، أجيب لكم أكل، أجيب لكم مشروب، ما عزمش، مباشرة جاب. فالإنسان السخي أو الكريم هكذا يقدم ما عنده، سواء أكل الضيف أم لم يأكل، مباشرة يقدم المشروب أو المأكول أي شيء. فراغ تسلل في خفية بدون أن يشعر به هؤلاء الضيوف، فراغ إلى أهله فجاء. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى، الفعل التعقيب، فجاء بعجل إيه؟ سمين. وفي سورة تانية في سورة هود يقول فجاء بعجل إيه؟ حنيز، يعني عجل مشوي. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، ما قالهمش حتى إيه؟ اتفضلوا كلهم، لا، شال الأكل على طول وقال ألا تأكلون؟ طريقة عرض جميلة. فقربوا إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة لما رفضوا أن يمدوا أيديهم، فأوجس منهم خيفة، خاف. وما ليه ما بيأكلوش؟ أول مرة حد يعمل كده، وطالما ما بيأكلش يبقى في سبب، يبقى في حاجة، يبقى شايل مني. فأوجس، كلمة فأوجس يعني فأضمر في قلبه خيفة، ما أظهرش الخوف، يعني أضمر في قلبه الخوف، فأوجس منهم خيفة. وفي سورة هود فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، خف منهم، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إحنا عليك، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إحنا جايين في طلبين اثنين، جايين لك وجايين لقوم لوط، لا تخف إنا رسل الله والرسل الملائكة، لا تأكل لا تشرب لا تناسل لا تناكح لا تنام. ما بيعملوا إيه؟ يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يأمرون. إذن يا إخواننا ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج عبادتنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، إمال إحنا بنعبده ليه؟ الله أراد أن يبتلينا وأن يختبرنا، قال اعبد، قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعبدوا. الملائكة هناك تسبحه وتمجده، وهناك ملائكة راكعون له ساجدون له، هو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عبادتنا، ولكن كلفنا الله بذلك، فتاكل سمع وطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. ما تقولش وربنا ابتلني بكذا ليه؟ وبالأمر الفلاني وبالشيء الفلاني، ابتلاك لأنه يعرف أنك تطيق ذلك، لا يكلفك بالمستحيل أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. فاعرف أن جميع الابتلاءات التي لديك إنما هي في قدرتك، إنك تقدر تصبر عليها. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم إيه؟ خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. هنا في سورة الزاريات بشروا سيدنا إبراهيم بغلام عليم، في سورة الصفات وبشروه بغلام، بشرناه بغلام إيه؟ حليم، اللي هو سيدنا مين؟ إسماعيل، فيه الحلم والأناء والروية، إنما إسماعيل إسحاق عفوا في نسله العلم، وبشروه بغلام عليم. شوف البشارة عاملة إزاي، يا لكرم الله ويا لجمال القرآن. بشروه بحمل امرأته، زوجتك هتحمل، لا تكفي هذه البشارة، ما ممكن تحمل ويموت، لا، بشروه بغلام يعني ستحمل ويكتمل الحمل في أفضل حال، وستلد وهيكبر ويشب ويبقى غلام، ومش كده وبس، ويبقى عالم، غلام ايه؟ عليم، ويبقى نبي كمان، يعني كلمتين اتنين تحمل في ثناياها حاجات كبيرة جدا. وبشروه بغلام عليم، اللي هو سيدنا ايه؟ إسحاق. ده التاني بقى، هو كان يا رب ارزقني، رب هب لي من لدنك وليا، نفسه في ولد، أم ربنا رزقه باتنين، فقال الحمد لله الذي واب لي على الكبر ايه؟ إسماعيل وإسحاق. شوف كرم الله، شوف إرادة الله، إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون. الدعوة اللي أنت بتدعاها متأخرة شوية، لها وقتها. قالوا الأولاد هو عنده كم سنة؟ 86 سنة و 99 سنة، على كبر وبعد تأخير الدعوة، فأنت لا تمل، إما يحقق الله لك الدعوة في الحال، يا إما في المستقبل، يا إما يوم القيامة
يا إما ترفع بها درجات يحط عنها بها سيئات. المهم يدعي. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة كلها. الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يتململ إليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم جل جلاله. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته لما سمعت الكلام، سمعت البشارة، ده مش بشر ده ملائكة وجين يبشروه بغلام. فأقبلت امرأته مباشرة غرفة داخلية أو مكان داخلي، أقبلت من مكان بعيد. فأقبلت امرأته في إيه؟ في صرة، يعني في صرخة عظيمة. إيه اللي بيتقال ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، ضربت بأطراف أصابعها على جبهتها كما يفعل المتعجب. أني؟ وقالت عجوز عقيم، يعني كبيرة في السن وعقيم وزوج كبير، ده شيء مستحيل. وفي صورة أخرى قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا إيه؟ لشيء عجيب، بس ما فيش مستحيل عند الله. قالوا أتعجبين إيه؟ من أمر الله، قرار الله وقدر الله، ما فيش كلام. قال أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقرأت في التفاسير لما تعجبت من ذلك قال لها جبريل انظري إلى سقف بيتك، العروق والنخيل، فإذا بهذه العروق مورقة مثمرة مخضرة. فقال لها إن الله سبحانه وتعالى قادر على ما تستبعدين. حتى لو هذه رواية ضعيفة لكن أنها تنجب، هذا شيء أعظم من أن الخشبة تورق أو تثمر. فالله سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك، ده مش بإيدينا، ده إحنا بنخبر عن الله بننفذ كلام الله. هو قال كده، كذلك الكفر التشبيه، يعني مثل ما قاله الله قلناه لكم أهل البيت. قالوا كذلك قال ربك، إنه الحكيم في فعله، العليم بخلقه، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال فما خطبكم أيها المرسلون، عرف إنهم ملائكة بقى ويكلموا، ما هو بيقول لهم يا مرسلون أنتوا كنتوا جايين ليه؟ جايين على صورة بشر وشكلهم جميل وهيئة طيبة وناس ما نعرفهمش، جايين ليه؟ أجئتم للبشارة فقط أم جئتم لأمر آخر؟ قال فما خطبكم، ما حالكم، ما طلبكم، فيما أرسلتم، ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا له الأمر الأولاني البشارة، الأمر الثاني إيه؟ قالوا إن إيه؟ أرسلنا إلى قوم مجرمين. من القوم المجرمين إن الملائكة قالوا دول؟ قوم لوط. إذن سيدنا لوط كان عايش في أيام سيدنا إبراهيم، الاثنين في زمن واحد، وده لقوم وده لقوم. إنما سيد البشرية صلى الله عليه وسلم قال الله له وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ده لقوم وده لقوم. وهو صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال وكل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة إلى قيام الساعة. صلى الله عليه وسلم دينه وشريعته صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. قال فما خطبكم يا المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. مجرمين ليه؟ ليه؟ أتوا بالخطأ العظيم وبالفعل العظيم التي لم يأتيها أحد. كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يأتون الذكران من العالم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ محدش عمل كده قبلكم خالص. تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. كده متعدي، تركت الحلال وذهبت إلى الحرام، بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي إيه؟ شوف الكلام، القرآن ده عظيم وجميل. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من الإيه؟ من المخرجين. هنخرجك من القرية، هنطردك من القرية. ليه؟ علشان بيعمل إيه؟ عشان بيأمرهم بالصالحات، بيأمرهم بالخيرات. أخرج، أخرج من القرية، علشان بيأمرهم بالخيرات لنتأمل ولنفهم. قالوا إن لم تنتهي، شوف طبع الناس من زمان إيه؟ الإنسان ذات طبعه يريد الهوى ويريد المعصية ويريد أن يسير وراء الشيطان، ولكن الذكي هو الذي يقود نفسه ولا يتبع هواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الإيه؟ عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين اللي هم قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين. وزوجته زوجة لوط كانت من المشجعين على الفاحشة. طب هم كانوا بيأتون الذكران ويعملها ومال الفاحشة دي؟ كانوا بيأتون الذكران، كانت بتسقف على الموضوع ده. يبقى الإنسان اللي بيساعد الظلم زي الظالم بالظبط، الإنسان اللي فرحان حتى بالظلم زيه زي الظالم. هي ملهاش دعوة بالفاحشة، ولكن كانت مبسوطة، كانت بتساعد على الأمر ده. وعملت كمان لما جاء الضيوف الكرام إلى سيدنا لوط، خرجت نادت في الناس ونادت في القرية: يا أهل القرية تعالوا إلى زوجي لوط، عنده شباب حسان جمال، تعالوا لتجامعوه. بتدل الناس أو بتساعد الناس على الفاحشة، عنده ناس وشباب زي الفل وزي الورد، تعالوا عشان تجمعوها. لذلك ربنا قال إلا امرأته كانت من الايه؟ من الغابرين، مع القوم المعذبين، لأنها ساعدت على الظلم وساعدت على الفاحشة. وجوم الضيوف فعلا دخلوا البيت سيدنا لوط، جاءوا أهل القرية خلف الضيوف وإلى دار سيدنا لوط. والقرآن يصور هذا المشهد تصوير رائع. ولقد راودوه ايه؟ عن ضيفي، عايزين يدخلوا بالعافية، عايزين يزقوا الباب ويدخلوا بالعافية على سيدنا لوط وعلى الضيوف. ولقد راودوه، شوف كلمة راودوه عن ضيفي، يعني سيدنا لوط قال لو أن لي بكم قوة، مش قادر أو آوي إلى ركن شديد. وبدأ يقول لهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. مش بقول لهم بناتي إذنوا يعني، لا، بناتي للزواج إن كنتم فاعلين، إنما دول ضيوف ما تفضحونيش. ولكن الملائكة، هو سيدنا لوط لم يعلم أنهم ملائكة، هم في صورة بشر، ملائكة ترى المنظر، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. سيبهم يدخلوا براحتهم. ودخلوا فعلا، كسروا الباب أو فتحوا الباب ودخلوا على الملائكة، على هؤلاء البشر الجميل وسيدنا لوط. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، مش يقدروا يعملوا حاجة. فمباشرة كما جاء في التفسير سيدنا لوط صفعهم جميعا على وجوههم، فصارت وجوههم كأقفيتهم، لا يرى فيها شك، لا فيها عين ولا أنف ولا فم، وشه بقى زي أفه. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فإيه؟ فطمسنا أعينا فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بقى لسه كمان الصبح. إيه اللي حصل؟ إن الملائكة قالوا لسيدنا لوط إحنا ملائكة جينا لك عشان نقول لك أخرج، اسري بأهلك، بنتين اللي أمنوا، بس بنتين اتنين أمنوا بسيدنا لوط. لذلك يأتي النبي يوم القيامة ومعه 10، ونبي معه 7، ونبي معه 3، ونبي معه 1، وأنبياء كتيرة جاي بطول وما فيش حد آمن بيه أبدا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا أنا بالسواد الأعظم، يعني جمع كبير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فآمن سيدنا لوط، هم دول بنتين اتنين، اسر بأهلك بقطع من الليل ولا تلتفت، ما تبصش وراك عشان القرية ديت هيحصل لها لا يحصل لها. نزلت عليها الحجارة من السماء. الصورة بقى اللي معانا بتقول ايه؟ ان ارسلنا لقوم مجرمين، ارسلنا عليهم حجارة من طين. حجارة كده مصنوعة عند الله في ملكه وسلطانه، مسومة عند ربك، كل حاجة مكتوب عليه اسم اللي ينزل على دماغه، زي ما حصل جيش أبراهيم، مسومة عند ربك للمسرفين، ناس مسرفين تركوا النساء الحلال وأسرفوا وتعدوا، اسمهم مسرفين، اسمهم عادون كما سماهم الله في القرآن، لأنهم ذهبوا إلى الحرام وتركوا الحلال. كل حجر نازل على اسم اللي نزل باسمه، على رأس من نزل باسمه. وحجارة بقى مصممة في نار جهنم، مسومة عند ربك للمسرفين. وبعد كده بعد ما نزل على الحجارة فجعلنا عليها ايه؟ سافلة. سيدنا جبريل رفع على طرف جناحه فجعلنا عاليها سافلها. جاء في التفاسير إن الملائكة الكرام في السماء الدنيا سمعوا صياح الديك وعويل النساء فوق، فجعلنا عليها سافلة وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك.
وما هي من الظالمين ببعيد، ليس هذا بعيد على الله أبدا. وظل مكان هذا العذاب بحيرة كده، ماء أسود منتن تنبعث منه رائحة خبيثة، دنت ديت علامة على تعذيب قوم لوط. حتى رأت هذه العلامة كفار مكة، يعني كفار مكة اللي عنده في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا سفينة نوح على الجودية وشافوا آثار تعذيب قوم لوط ولم يؤمنوا، رأوا عذاب الأمم السابقة ولم يؤمنوا. ذلك ربنا بيقول إيه؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها إيه؟ آية، سيبنا فيها علامة الذين يخافون العذاب الأليم، علامة اللي عايز يتعظ ويعتبر، الذين يخافون العذاب الأليم. دي كانت قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا لوط. ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك وفي موسى، ثم بعد ذلك يقول وفي عاد، ثم بعد ذلك وفي ثمود وقوم نوح. القرآن مليء بالعظات والعبر، وكل قصة وكل قوم تقعد تقرأ معهم كده تطبق الحال اللي بيحصل على كل الأمم، ونفس تفكير الناس هو نفس التفكير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يبعثنا على قول لا إله إلا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حببنا في شريعتنا، وأعنا على طاعتك يا رب العالمين، وتقبل منا الطاعة أكرم الأكرمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وعلمنا مرادك من كتابك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.